لذلك أخواتي إخواني، حينما وصفنا ما حدث بعد الانتخابات الأخيرة بالتغول، فإننا نقصد بهذا المصطلح أن التغيير المنشود تحول إلى انزلاق قد يعصف بمصداقية المنظومة التمثيلية، حيث إن الاتفاقات الحسابية التي تلت الإعلان عن النتائج دشنت لمسلسل تقليص المشاركة السياسية. وحتى يفهم الجميع ما نقصد بذلك، فإننا لا ننازع رئيس الحكومة في حقه أن يشكل الأغلبية التي يبتغيها، بالرغم من أن الرأي العام لم يكن يتصور أن المسطرة المتبعة انقلبت، حيث إن الأغلبية تكونت لأول مرة دون سابق إعلان أي تقارب أو تنسيق بين مكوناتها. لكن أهم من هذا السلوك الشاذ، نرى فيما حصل انزلاق خطير حين صدر التالوت حق النخب المحلية في تشكيل الأغلبية التي تخدم الشأن المحلي بناء على الكفاءات المحلية، وليس الأوامر المركزية المصحوبة بالتهديد أو الآمرة بالإقصاء. هل نرضى لبلادنا أن تتآكل ديمقراطيتها وأن يتم تسخير مؤسسات وجماعاته الترابية لخدمة مشروع يهدف إلى تعطيل مسيرة البناء الديمقراطي وصد منافذ التعبير المغاير والتجربة المختلفة؟ قطعا لا، ولن نسمح لنفسنا غض الطرف عن هذا الانزلاق المقلق. على صانع هذه الوضعية أن يعلموا أن محدودية مشروعهم بدت ملامحها على المستوى المركزي كما على المستوى المحلي. إن النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على الانتقال بالبلاد إلى محطة بناء اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا، وتخطي المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الداخلية والخارجية. لقد أعادوا النظر في قواعد التوافق السياسي الذي دشناه جميعا قبل 25 سنة، وليتذكر جميع أنه حين عرض المغفور له الحسن الثاني على الاتحاد الاشتراكي أن يشكل حكومة بمفرده، رفضنا في الاتحاد، واعتبرنا أن الانتقال الديمقراطي يقتضي توسيع دائرة المشاركة، وعملنا على تنفيذ ذلك وفي جميع المستويات. ولقد استبشر المغاربة خيرا حين عبرت نتائج الانتخابات عن نهاية الهيمنة الحزبية، لكن الخيبة هي أن تحل هيمنة محل أخرى. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.